السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الدرس من الأساسيات إن شاء الله راح نتناول تحليل ثلاثي الحدود. فشرط بهذا الدرس إنه يكون واحد. يعني مثال x تساوي واحد. هاي الصفحة كلها تم حققها هذا الشرط. أول شيء افتح قوسين. أول خطوة افتح قوسين. حط هون x هون x. فتحنا قوسين حطينا x x. القوس الأول دائما إشارته هاي. القوس الأول إشارته هاي. القوس الثاني على ضرب هالإشارتين زائد ضرب زائد زائد. فتحنا قوسين x x. قوس الأول هاي الإشارة نفسها. قوس الثاني ضرب هالتنتين. طبعا نظبط الأقواس بهدول. فتحنا قوسين رح نمشي فيه خطوة خطوة. حطينا الإكسات. القوس الأول هاي الإشارة. قوس الثاني ضربه. اللي بعده شوف نمشي خطوة خطوة. فتحنا الأقواس حطينا الإكسات. فتحنا الأقواس إكسات. فتحنا الأقواس إكس إكس. تعال نشوف الإشارات. قوس الأول أو هاي. قوس الثاني أو ضربه. قوس الأول هاي. قوس الثاني ضربه. قوس الأول هاي. قوس الثاني ضربه. افتح أقواس حط x x. قوس الأول إشارة الأولى. قوس الثاني ضرب الإشارتين. نجي نضع الأعداد. دائما هذا العدد هو ضربه. إذا هاي زائد بقول مجموع هذا العدد. عددين ضرب واحد مجموع اثنين. ضرب واحد مجموع اثنين. واحد ضرب واحد. ضرب واحد مجموع اثنين. ضرب ستة. هاي الإشارة زائد. تعني مجموع. وهذا العدد. ضرب ستة مجموع خمسة. ثلاثة واثنين. ضرب زائد يعني مجموع. هاد أربعة. ضرب ثلاثة مجموع أربعة. ثلاثة واحد. ضرب 12 مجموع ثمانية. ستة واثنين. ضرب ثمانية الفرق بيناتهم اثنين. ضرب ثمانية الفرق اثنين. هن أربعة واثنين. دائما حطوا الكبير أول. ثمانية ضرب الفرق بيناتهم اثنين. أربعة واثنين. دائما الكبير أول. بنكمل. إذا تعلمنا أول شغلة اشتفعنا نسوي افتح قوسين حط x x. يلا احنا قوسين حطينا x حطينا x. الأول هي الإشارة. الثاني أو ضربه. ضربون عشرة فرق بيناتهم ثلاثة. مين ضربون عشرة فرق بيناتهم ثلاثة؟ خمسة واثنين الكبير أول. افتح قوسين حط x حط x. قوس الأول هي. قوس الثاني ضربون. ضربون عشرة فرق بيناتهم ثلاثة. خمسة واثنين دائما الكبير أول. نكمل. افتح الأقواس. تمام. حط x حط x زائد ضرب. ضرب 18 فرق سبعة. تسعة واثنين. افتح أقواس x x زائد زائد. ضرب 20 مجموع تسعة. خمسة وأربعة. افتح أقواس x x ناقص ضرب. ضرب ستة مجموع خمسة. مين ضرب ستة مجموع خمسة؟ ثلاثة ضرب اثنين ستة. ثلاثة زائد اثنين خمسة. فتحنا الأقواس x x زائد ناقص. ضرب ستة الفرق بيناتهم خمسة. ضربوا في بعض ستة. طرحوا من بعض خمسة. اثنين ستة ضرب واحد. ستة ضرب واحد ستة. ستة ناقص واحد خمسة. يلا بسرعة. ايش عم بعمل؟ افتح اقواس اول شيء. حط لي اكس هون حط لي اكس هون. حطيت. حط لي الاول هاي الاشارة. حطيتها. الثاني ضرب لي الاشارات. ضرب 12 الفرق 4. مين ضرب 12 الفرق 4؟ 6 ضرب 2 12.
أربعة خمسة اثنين أربعة ستة واثنين. شو هذا؟ ليش هيك حلو فيه؟ افتح خلص. حط إكس حط إكس. الأول هي الإشارة. ثاني ضرب. ضربهم A B ضربهم A B مجموعهم A زائد B. أنا عددين بضربهم ببعض بيعطوني A B مجموعهم بيعطوني A زائد B. هم A و B نفسهم. A ضرب B A B A زائد B A زائد B. هذا الجسم الأول. أنا أشوف كلها أخوص. بالعكس. هاد بنضرب بالتنتين. X B X X تنبيع. X ناقص ذلك ناقص ذلك. أول شيء X ربنا بهي معنى X X X تربية ناقص ثلاثة X. أجل دور سالب واحد كمان بنضرب التنين. سالب واحد ضرب X سالب X سالب واحد ضرب سالب 2 بنجيب X تربية ناقص ثلاثة X ناقص X على ناقص أربعة X زائد ثلاثة. قارني هلا هي بهي X تربية X تربية X تربية X تربية A X ناقص أربعة X A X ناقص 4x ناقص 4 زائد ب زائد 3 ب 3 معناتها بده مجموع سالب 4 زائد 3 سالب 1 نفس الشيء هون x ضرب x x ضرب x ضرب ناقص 4 ناقص 4 x جدول ناقص 12 ناقص 12 ضرب x ناقص 12 x ناقص ضرب ناقص زائد 12 ضرب 4 من اول معي رتبوا x تربية ناقص 4 وناقص 12 ناقص 12 x زائد من أول مين قال هاي هي نفسها هاي x تربية x تربية ناقص 16 x ناقص 16 x 4 بيت من أول مين 4 بيت من أول مين جاهز قسم لي الطرفين على 4 قال بيت معك 12 هون نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس تحليل ثلاثي الحدود. التسجيل إن شاء الله بشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.